صباح النور عليكم كلكم. اهلا بيك. ومعرفش حضرتك تابعتنا يا فندم من الاول ولا لا، بس كنا بنتكلم عن اللعبه دي وازاي دخلت 2017 بس لقيت رواج كبير جدا وبتحقق دلوقتي يعني خطوات رائعه، وعندنا بطوله كبيره جدا في الباراجواي والاستعدادات وغيره. كنا بنسال كابتن شريف كمان تحديدا، اعتقد الشق ده يخص الاتحاد، يعني هل في امكانيات كمان وتوفير للشق المادي علشان الابطال بتوعنا يقدروا يروحوا ويبقاش في اي عوائق هناك كمان بيواجهوها؟ خلينا برضو نطمن من حضرتك على النقطه دي. طبعا انا بشكركم على المداخله الجميله دي، ودايما سعيد معاكم على قناه الاهلي. والحته دي طبعا يعني زي ما حضرتك بتقولي، احنا بنحس ان احنا علينا دور من ناحيه الاتحاد ان احنا ننشئ منتخبات قوميه قويه تمثل مصر في المحافل الدوليه اللي احنا بنكون منتظرينها. يعني كاس العالم طبعا للناشئين في باراجواي ده يعتبر يمكن اكبر حدث موجود حاليا في الاتحاد الدولي، احنا بنجهزه بقى لنا فتره، وبنحاول دايما ان احنا تكون المنتخبات المصريه، المنتخبات بالذات دي تبقى من تحمل الاتحاد المصري. يعني بنحاول ان احنا ما نكلفش الاهالي اي حاجه. يمكن من ساعه ما بدانا التدريب الحمد لله وفرنا مدرب موجود معانا، مدير فني موجود معانا، ويعني جهاز فني كامل. من النهارده بنخطط للسفريه ان شاء الله نطلع باراجواي في شهر 11، ولحد النهارده الحمد لله ربنا موفقنا ان احنا ما نطلبش اي دعم او اي حاجه من اولياء الامور، دعم مادي بنحاول ان احنا نوفر لهم الحاجات دي كلها على حساب الاتحاد. طيب بالنسبه كمان البطوله العربيه للبادل، كنت عايز اسال حضرتك انا وكريم عنها، ليه طبعا هتقام في دبي؟ تمام، اعلنا عن البطوله اول امبارح الحمد لله في مؤتمر صحفي كبير في دبي. ولاول مره بيكون عندنا 11 دوله عربيه مشاركه، وده رقم كبير جدا كاول بطوله عربيه موجوده. ويمكن احنا كمان الاتحاد العربي بدا اربع او خمس شهور فقط، فده يعتبر انجاز كبير ان احنا يكون عندنا الحمد لله 11 دوله عربيه مشاركه رسميا النهارده منتخباتها في اول نسخه من البطوله العربيه. جميل. طب احنا عموما بنستعد لايه تاني كمان من بطولات الفتره اللي جايه يا فندم، يعني سواء تنظيميا داخل مصر او تنافسيا خارج مصر؟ والله احنا النهارده طبعا مصر ليها دور كبير على المستوى الاقليمي في حته الرياضات عامه، ورياضه البادل الحمد لله احنا واخدين فيها شوط قوي بدايه السنه اللي فاتت الحمد لله. فبنحاول دلوقتي ننظم ان شاء الله اول بطوله افريقيه قريبا باذن الله. من عندنا السنه الجايه برضو بطوله، طبعا البطوله العربيه دي هيكون فيها نسخه ثانيه احنا بنسميها بطوله عربيه مفتوحه. عندنا بطوله عربيه ناشئين، عندنا السنه الجايه برضو كاس عالم للاساتذه اللي هو فوق 35، كاس عالم اللي هو المفتوح. فلا الفتره الجايه ان شاء الله عندنا، يمكن احنا كل سنه بيبقى عندنا خمس او ست ايفنتات دوليه بتشارك فيها المنتخبات المصريه. رائع جدا. قبل ما نختم برضو مع حضرتك، اكيد طبعا حضرتك تعرف يعني وجدي، فاكيد ومتابع اداء كمان ومستوى اللاعبين عندنا، فخلينا نعرف وجهه نظر حضرتك ورايك برضو في الابطال اللي عندنا حتى هذه اللحظه، واحنا بنتكلم يعني وجدي تحديدا 16 سنه يعني. لا طبعا هو وجدي، وبصراحه كل فريق الناشئين يعني يمكن السنه دي بدانا في اول السنه، يمكن حضراتكم عارفين زي ما بنقول دايما ان هي لعبه وليده في مصر. كان يمكن اول السنه ما كانش عندنا اي نوع من الناشئين، ما كانش منتخب ناشئين خالص. الجهاز الفني اشتغل بصوره قويه ان احنا نعمل تجارب على مستوى مصر كلها، قدرنا ان احنا نجمع يمكن في الاول 120 او 150 ناشئ، النهارده الطفل بقوا يمكن 30 او 25. فكل المجموعه بصراحه بتاعت الناشئين شغالين بصوره قويه، هم دول مستقبل مصر. واحنا عارفين ان احنا لو احنا خدنا بالنا من الابطال دول الصغيرين النهارده وادينا لهم الرعايه الكافيه والتدريب الكافي، فهم دول ان شاء الله اللي هيكونوا مستقبل، وهم دول اللي بيحملوا بقى رايه مصر في المستقبل ان شاء الله في رياضه البحر. رائع جدا جدا، نشكرك وكل التوفيق ليكم يا فندم. شكرا ليك جدا على المداخله.